إذاعة سلطنة عمان تقدم فصوص ونصوص. فصوص ونصوص، أوراق متناثرة من شجرة الكتابة وفصول الشعر والسر. فصوص ونصوص، يختارها لكم صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم المسلمية. سعاد يونس شاعرة من ليبيا، من مواليد مدينة طبرق عام 1974. صدر لها لم تسطع أسطح المرايا عام 2006 من قصائدها أرض الرحى. كم تشابه النهار ومضى الليل في وطني دون ما علامات. اقتربي، ستنام كل المساءة الضائعة، ستلمع السكك الفضية حول خصرك، وتنمو حبيبات القمح، كل سنبلة 100 حبة. اقتربي وغني إن أردت الغناء، وانفخي إناء القمح في الصبح وأنشد الرحى. إن كل الحبيبات تعلو أثناء النفخ لتهبط، إن كل القشور زائلة أثناء الفرك لتعزل. أشهديها ودعينا نغني معا، أنا وأنت وأرض الرحى. في زرقة السماء لجورج بتاي يطلب من السارد أن يوضح قصده، فيجيب قائلا: الشيء الوحيد الذي وقع لي ليلة قضيتها في شقة كانت قد ماتت بها امرأة مسنة منذ زمن قريب، وكانت في سريرها مثل أي امرأة غيرها، ذراعاها ممدودتان على طول جسدها إنما دون اليدين المشتبكتين، ولم يكن أحد في الغرفة أثناء الليل. وفي تلك اللحظة تذكرت كيف استيقظت من نومي حوالي 3 صباحا، وخطرت لي فكرة الذهاب إلى الغرفة التي كانت بها الجثة. كنت مذعورا أرتعد بشدة، وبقيت أمام الجثة، وفي الأخير نزعت رداء نومي. إلى أين ذهبت؟ لما تحرك كنت مرتبكا لحد فقدان العقل، وحدث كل شيء ببساطة من بعيد وأنا أنظر. هل كانت ما تزال امرأة جميلة؟ كلا، كانت ذابلة بالمرة. يكتب الفنان الإسباني القطلوني دالي قائلا: يصطاد صغار الفلاحين القطلونيين الجنادب، نوع من الحشرات المضيئة التي يجمعونها معا في عقد يقدمونه للفتاة التي يهواها القلب والتي تقبله كأنه عقد من الماس. وكلما استمر الظلام سيكون هناك المزيد من الحياة والمزيد من الوميض والمزيد من الدليل الشعري على الحب. من أوراق جبرة إبراهيم جبرة. المبتلى بعشق الكتابة كمن ابتلي بجوع جحيمي، بشبق لاهث وراء سراب، ولكنها إذا ما تحققت فهي الوليمة التي دونها كل الولائم، وليمة الخلق والخيال، وليمة الحس والعقل، وليمة الوحي والنشوة، ولا يخرج منها المرء إلا مضطرا، وكأنه يخرج من عوالم الوهج والإثارة والمستحيل ليعود إلى عالم عادي جدا، باهت اللون جدا، يبحث فيه عن السحر الذي لن يلقاه على أشده
إلا حين تعاوده حمى الكتابة وتستبد به بعذابها وعذوبتها من جديد. هل استطاع العالم العربي في دوله المستقلة منذ أواسط القرن العشرين أو قبل ذلك أن يجعل لكل من الثقافة والسياسة مجالها الخاص ويربط في الوقت ذاته بين المجالين جدليا، جاعلا الفعل السياسي مستنيرا بالخطاب الثقافي؟ هذا سؤال علينا أن نطرحه بأشكاله المتباينة، وينبغي أن تكون لنا الجرأة في البحث عن جواب مفصل عنه. مهما تشاءم المرء أو تفاءل بشأن ما يكتب، فإن الكلمة تأتي انبثاقا من الأعماق كانبثاق الماء من الصخر، لا بد أن يشق مجراه. وإذا قيل بأن القطرة على القطرة تكون سيلا، والسيل على السيل يكون نهرا، فإن الكلمة على الكلمة تكون فيضا لا بد أن تنبجس منه يوما حياة ما، حتى ولو كان مجرى الفيض على الرمال. فما بالك إذا كان منسرح الفيض هذه الأرض العربية الشاسعة بسهولها ووديانها وجبالها الملأ تربتها ببذور مرت عليها دهور من الجفاف وآن لها أن تينع. وقد رأيت حوانيت كانت تبيع الكتب فخسر أصحابها ما استثمروه فيها من نقود، أو لم يكسبوا بالمقادير التي توقعوا فحولوها إلى مطاعم ساندويتش وفلافل، وإذا النقود تدفق عليهم دفق السيول. وكم تمنيت لو أنني أرى يوما ما هو عكس ذلك، فأجد صاحب مطعم وقد أثرى من إشباع بطون الناس يحول المطعم إلى مكتبة أملا في إشباع عقولهم. وهو ما يذكرني بقصة أشبه بالحلم فكرت في كتابتها منذ أكثر من 40 سنة ولم أكتبها حتى اليوم، وهي عن رجل كان يعشق الكتب. أردتها رديفة لقصة أخرى عن رجل كان يعشق الموسيقى التي فعلا كتبتها فيما بعد، وخلاصتها أن رجلا بمبلغ قليل من المال اشترى بقعة نائية على كتف عال لتلة صخرية مشرفة على واد كثير التعارج والشعاب، وبنى عليها فندقا جميلا يجتذب من الناس أولئك الذين يريدون الاختلاء بالطبيعة البعيدة عن ضوضاء المدن طلبا للتعمق في ذواتهم والتقرب من ربهم مقابل أجور معقولة. وكان ذلك جزءا من خطة وضعها لنفسه، فهو ينفق معظم ربحه على كتب يشتريها بالمئات ويستوردها من كل بلد ويحفظها في الصناديق في إحدى غرف هذا الفندق. وفي بضع سنوات تجمع لديه من المال ما يكفيه أخيرا لأن يصفي الفندق ويحوله إلى مجموعة صوامع رتب فيها الكتب على رفوف لا تنتهي، وجعلها دارا مفتوحة لكل من يريد أن يقرأ ويكتب، وهو مشرف على مجالي الصخر والشجر، شريطة أن ينتهي فيما يكتب إلى مؤلف يزيد من حس الإنسان بروعة الوجود. لم أكتب القصة لأنني وأنا في أواسط العشرينات من عمري كنت أعلم أنها غير معقولة وأنها فترة مستحيلة كأي حلم، إلى أن اكتشفت ذات يوم في ربيع عام 1976 أن في برية من أجمل ما خلق الله من براري كاليفورنيا قرب مدينة بالو آلتو، هناك على رأس رابية أغدقت الطبيعة عليها هباتها مؤسسة تشبه بالضبط ما حلمت به وأنا فتى غرير
يقيم فيها الباحثون، يأكلون ويشربون لوجه الله، منصرفين بكامل حريتهم إلى الكتب الكثيرة التي يقرؤونها وتلك التي يكتبونها. وهناك وجدت صديقي العزيز إدوارد سعيد، وهو منكب على تأليف كتابه الفريد الذي اشتهر كثيرا فيما بعد، الاستشراق. ووجدت حوله عددا من المفكرين، وقد انصرف كل منهم إلى تأليف كتاب لعله لا يقل أهمية عما انتهى صديقي إليه. إذن لم تكن فانتزتي مستحيلة بالقدر الذي حسبت، فلأستمر في الحلم. فصوص ونصوص، فصوص ونصوص، يختارها لكم صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم المسلمية. Thank you.